نوفمبر 2014 بيبر 1 فارينت 1. والسؤال الثاني يا جماعة من منهج الكور منهج يير 9. تعالوا نشوف القصة هنا شكلها عامل ازاي. السؤال يا جماعة عن الموشن بيقول لي the graph shows how the speed of a car changes with time. Between which two times is the car stationary? Stationary يعني ثابتة. Stationary يا جماعة يعني ثابتة، يعني سرعتها صفر. فبيقول لي انا عندي يا جماعه يو وعندي في وعندي دبليو وعندي اكس وعندي واي، مين في دول اللي تعبر عن الـ 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 العربيه وهي ثابته؟ ركز ان ده سبيد تايم يا جماعه وليس ديستنس تايم، لان سبيد تايم بيبقى ليه اشكال، هي نفس الاشكال دي، في الديستنس تايم تدل على حاجات تانيه. انت في السبيد تايم لما تكون عايز تعبر عن عربيه ثابته او جسم ثابت، فانت بتتكلم على حاجه سرعتها صفر، يعني المنطقه يا جماعه من اكس لواي هي دي المنطقه اللي بيكون فيها العربيه سرعتها صفر او زيرو. وركز يا جماعه اكرر ان ده سبيد تايم وليس ديستنس تايم. اذا الاجابه هنا هتكون الفقره دي اللي هي اكس اند واي. سؤال موشنز يا جماعه جميل جدا، ارجو انك تكون استفدت منه.